إلا ظنيتي أن لاصال هو التمرين راك غلط، لاصال أسلوب حياة. مكتجيش شي حاجة بالصدفة ولا بالحظ، كلشي محسوب ومنظم. القصة كلها الصبر والاستمرار. السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. اليوم مشيت شوبينغ باش نشري واحد المكمل، احسن مكمل في العالم وارخص مكمل في العالم، وغنهضروا عليه وعلى الحياه ديال هذا المكمل ان شاء الله. ولكن بعد ما قبل ما نهضروا عليه غنمشيو نترينيو لي زيبول مع خويا زكريا، غندوز عنده غنمشيو نترينيو لي زيبول ان شاء الله، عاد نهضروا على هذا المكمل هذا. ان شاء الله موضوع مهم جدا ان شاء الله. كاملين كتعرفوا هذا المكمل، ولكن ما كتعرفوش الحياه ديالو، هو ارخص مكمل، راه كلشي معروف. بلا ما نقولوا الهضره ديالو السميه ديالو دابا، تم بعد نقولوا السميه ديالو ان شاء الله. المهم حنا هنا واحد شوبينغ جديد وزوين بزاف، غنكملوا لاخو ديالنا نشريو المكمل ديالنا، ديك الساعه نمشيو لاصال تهلاو نلقاو من بعد.
same, as some things never change. I couldn't stop and say no. So same, you won't take the blame, even when you are blue. المهم الخوت قبل ما نبداو الموضوع ديالنا المسابقة اللي درت في اليوتيوب ديالي راه باقا مستمرة لربح باك من المكملات الغذائية مكملات غذائية كاملين اللي جاو على بالك راهم تما. اللي ما شافش الفيديو يمشي يشوف الفيديو وشوف شروط المسابقة ويطبقها ان شاء الله وغيكون ربح من النصيب ديالو ان شاء الله. المهم الخوت المكمل ديالنا اللي غنهضروا عليه مكمل معروف هو احسن مكمل في العالم وارخص مكمل في العالم والمكمل اللي غتخسر عليه الفلوس وما تندمش عليه وما غاديش تخسر بزاف الفلوس. ارخص مكمل ويمكن يجيب لك يعني يجيب لك في الدار حتى 6 شهور 7 شهور 8 شهور الى عرفتي كيف تستعملو. وما تتبعش ديك الناس اللي كيقول لك تحميل ما تحميل تحميل. المهم عرفتوا شكون هو هذا المكمل؟ هذا هو الكرياتين. هذا من الشركات يونيفرسال ما كاينش الشركه الخوت اي شركه راه ماده خامه. هذا ماده خامه ما تجيش شي شركه اذا دير لك شي كرياتين وتب فيه الثمن غالي كيسحب لك راه كاليتي ولا لا. كاليتي وحده كاليتي وحده. كرياتين هو الكرياتين منين ما شريتيه راه هو الكرياتين. هو اختاروا احسن كرياتين اللي هو مونوهيدرات لانه سريع الامتصاص. انا نهضروا على قصه هذا الكرياتين هذا لان بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هذه القصه ديال هذا الكرياتين. هذا الكرياتين هذا داز ماشي مراحل طويله بزاف باش يوصل عندنا حنايا. في الاول الكرياتين كانوا كيستعملوه العاب القوى وكانوا فوقاش كيديروا لهم تيست كيلقاو بان الناس اللي كيستعملوا الكرياتين بان القوه ديالهم زايده بزاف. الاي تي بي عندهم طالع والنشاط الجسماني عندهم طالع. كانوا حسبوه كمنشط ولكن جات واحد الدراسه قالوا لهم بان هذا ماشي منشط لان لا ما كيضرش لا بالكبد لا بالقلب لا بالاخر لا بالكلوه لا والو. هذا بمثابه مكمل اي واحد يمكن له يستعمله. من ديك المره بداو صحاب الحديد يستعملوه لانهم كيعطي لهم الاي تي بي. كما كتعرفوا بان العاب القوى كيحتاجوا القوه العضليه سواء في جميع المجالات ديال العاب القوى. وبالنسبه ثاني عاود حتى صحاب الحديد خصهم القوه العضليه باش يرفعوا الاثقال. هو كيعطيك واحد الحاجه مزيانه الاي تي بي شنو هي ديك القوه العضليه اللي كيعطيك فلاصه فاش كتقولوا كتخدم بنش بريس باش نشرح لكم باش تفهموا نيشان كتخدم الصدر. شتي ديك القطه الاخرانيه اللي كتهز يعني ما كتقدرش تهزها ومن بعد كتهزها. هذا هو اللي كيعاونك فيها الكرياتين وهذيك هي اهم نقطه باش تحط ستريس على العضله وتكبر العضله. هذه اول حاجه. ثانيا شنو كيدير لك الكرياتين؟ كيدير لك الماء داخل العضله ماشي برا العضله بحال اللي كيقولوا. كيقول لك راه ما تستعملش الكرياتين في التنشاف راه كيخلي الماء. لا هذا كيدير الماء داخل العضله. والابطال قبل كانوا كيضربوه كإبر باش قبل كومبيتيسيون بحال شاور رايت وابطال معروفه اللي كانوا كيطلعوا في مستر الاولمبيا كيضربوه كإبر باش كيزين لهم العضله كيبين لهم العضله منفوخه وفريش يعني كيخلي العضله فيها الماء فريش بحال شي ورده كتسقيها بالماء. الورده تحيد ليها الماء صافي كتذوب. كذلك العضله هذا كيعطيك ديك الماء اللي داخل العضله اللي كيزين العضله كيبين لك العضله بان خارجه يبين لك البيسيبس خارج لك التاف انت هذا كيعاونك في داك الشيء. ولكن الا عرفتيه الاستخدام ديالو ديك الناس اللي كيبيعوا البروتين كيقول لك التحميل ما التحميل ما كاين لا تحميل لا والو. هذيك تجاره ما كاين لا تحميل في البروتين. الا درتي التحميل يعني تجيب 20 غرام في النهار 20 غرام بزاف. هذه 5 3 حتى 5 غرام في النهار كرياتين 3 حتى 5 غرام اللي كيحتاج الجسم ديالك في النهار الا كنت رياضي. اما اذا ما كنتيش رياضي ما عندك ما دير به ما تستعمل هو الكرياتين لان ما راكش رياضي ما كتحتاجش الاتيبي وما تحتاجش ديك الماء اللي كيدير لك داخل العضله. كيحتاجها واحد كيتريني اما العاب القوى ولا كيتريني الحديد.
ولا شي رياضة المهم فيها القوة العضلية، يعني يحتاج القوة العضلية. هذا هو الكرياتين، هذا هو أرخص مكمل اللي غتاخده وغتخسر فيه غير شوية ديال الفلوس وما تندمش عليهم على ديك شوية ديال الفلوس، ماشي بحال بعض المكملات اللي كتخسروا فيهم فلوس الدراري باطل. وكيجي بنادم كيقول لك راه الكرياتين كيضر الكلاوي وداكشي، الكرياتين كيضر الكلاوي الا بنادم فيه الكلاوي، اما بنادم طبيعي ما فيه الكلاوي الاول، لان هذا فوقاش كيدخل الجسم كيتحول كماء، كيفاش غيضر لك الكلاوي؟ وتعرف تشري المكمل اللي غيجي معاك، يعني اللي هو مونوهيدرات اللي سريع الامتصاص، ما تشربش شي حاجه ماشي مونوهيدرات. هذا ما كان، هذا الا النصيحه ديالي، هو هذا هو يعني الهضره ديالي على والهضره ديالي على المكمل هذا. اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يخليه لي في الكومونتير، الا شي حاجه ما قلتهاش اسمحوا لي. المهم هذا الشيء اللي كنعرف انا على الكرياتين، كنتمنى بان قلت داكشي كامل، ما كاينش شي حاجه اخرى. وعاود نقول نعاود نقول لكم بان هذا هو المكمل اللي ما تندمش عليه. اما بالنسبه للاستعمال ديالو 5 غرام بعد لونطريمون، 5 غرام بعد لونطريمون، راه ديجا هضرت على هذا الشيء هذا. وكاين الناس اللي كيقول لك خصك تستعملو شهرين تريح شهر، ولا تستعملو 3 سيمانات تريح سيمانه في الشهر. يعني انا ما متفقش مع هذه النظريه هذه، يمكن لك تستعملو دائما الا بغيتي توقفو. يعني بالنسبه احسن وقت باش توقف الكرياتين هو شهر رمضان، يعني ما تحتاجوش، لان الكرياتين كيحتاج بزاف ديال الماء الخوت، خصك تشرب مزيان. لكن تستعمل الكرياتين باش يعطيك النتيجه، باش يتحرك في الجسم ديالك ويوصل للمناطق العضله وداكشي، خصك تشرب الماء مزيان. عاود حتى الماء كيعاونو باش يدوز في الكلوه وفي الكبده، يدوز بالراحه ويخرج ويتفرق في الجسم. هذا ما كان الخوت، احسن حاجه توقف فيه الكرياتين هو شهر رمضان، لان باش ما يديرلكش العطش. هذا ما كان. المهم الخوت، بارطاجيو الفيديو باش يوصل الناس يفهموا هاد الماده هذا شنو هي. وما تنساوش تشجعونا باللايك، وما اللي ما ابوني شي ابوني معنا، فعل الجرس، هذا الطلب ماشي امر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، راكم في القلب.